مهجر من مدينة الرفعات، استمرينا العمل، جينا فتحنا المعمل بعزيز، وبعدها صرنا نجيب من بطاريات الطوناج والسكراب ونعيد تدويره مشان نوفر على أخوتنا المهجرين اللي في المخيمات. وهي مصلحتنا نحن ما يقارب تقريبا 20 سنة، منحطها بالفرن، من طالعة من الفرن للشبك، من طالعة من الشبك لصهر الرصاص، منحط لها معجونة وأكسيد، منساوي البلاك يكون عنا يصير جاهز، نضعه في قلب البطارية، منحطها على الشحن، منشحن البطارية بصير عنا البطارية جاهزة، ومنها بطاريات للسيارة ومنها بطاريات للطاقة الشمسية. وأمننا فرص عمل للعمال ما يقارب 15 عامل. صار لي 5 سنين بهالمخيم هذا. أول ما أجت الكهرباء غالية باخذت الثمن، فلهذا لجأت للبطارية لمنظومة الطاقة الشمسية، للواح الطاقة الشمسية، معتمد كل الاعتماد عليها، يعني من تليفون المروحة الإنارة إلى آخره، يعني البراد، وكل ما عطلت بطارية أي بطارية كل فترة وفترة بتعطل، فلهذا برو ببدلها بوحدة جديدة وبنفس الجودة، يعني بسعر خفيف، يعني ما هو بسعر غالي باهظ مثل الكهرباء. وهون الناس ما بتتحمل هالتكاليف هي شهريا، يعني بديل للكهرباء الطاقة البديلة، جبنا 3 ألواح كهرباء وبطارية ومنشغل عليهم مروحتنا وإنارتنا ومنشحن عليهم أجهزتنا، وكل ما تخرب عنا البطارية بنروح بنجيب وحدة مستعملة، حقق بسبب غلاوة الفواتير الكهرباء.